أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الكتب المختصرة الواضحة في علامات الساعة والتي تفيدوننا إليها؟ الكتب المؤلفة في أشراط الساعة كثيرة، من أقدمها النهاية لابن كثير، تابع للبداية، لأن تاريخ ابن كثير اسمه البداية والنهاية، النهاية هي أشراط الساعة، وهو مطبوع وملحق بالبداية متكامل، وكان من قبل لم يطبع، فالآن طبع كاملة بالبداية والنهاية. وكذلك كتب كثيرة من هذه الساعة في أشراط الساعة لابن الرسول البرزندي من علماء المدينة، ومنها الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة الشيخ قديس حسن خان بن لودي، وهو مطبوع. ومن أكملها وأحسنها إصحاب الجماعة لبيان إشراف الساعة للشيخ محمود بن عبد الله السويدي رحمه الله.